السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ، ها نحن نلتقي مرة أخرى في مادة اللغة العربية، ودائما في أسبوع صحتي في غذائي. واليوم هو اليوم هي الحصة رقم 4. الحصة رقم 4 ستكون حصة خاصة بالتطبيقات. تطبيقات حول ماذا؟ تطبيقات حول التاء المفتوحة بشكل أخص. التاء المفتوحة بشكل أخص. قبل ذلك أدعوكم لإخراج ألواحكم لتكتبوا هذه الكلمات التي سأمليها عليكم. جيد. الكلمة الأولى هي معلمات. معلمات. دعم الطاء. جيد. الكلمة الثانية خزانة. خزانة. ممتاز. الكلمة الأخيرة هي بنت. بنت. أعيد، لدينا ثلاث كلمات. الكلمة الأولى معلمات، الكلمة الثانية خزانة، الكلمة الثالثة بنت. معلمات، خزانة، بنت. نصححها على الصبورة. الكلمة الأولى معلمات. ماذا سمعنا أولا؟ معلمات. معلمات. الكلمة الثانية خزانة. نضع مطا. خزانة. خزانة. الكلمة الثالثة بنت. بنت. ممتاز. أتمنى أن الكلمات التي كتبتموها في أو على اللوح هي مشابهة لهذه الكلمات، وإن كنتم قد أخطأتم في بعض الحروف فصححوها بناء على ما ترونه أمامكم. الآن لاحظوا معي هذا السؤال. السؤال يقول اكتب، أو سنكتب باللون الأسود أحسن. السؤال يقول اكتب على اللوح، اكتب على اللوح اكتب على اللوح الكلمات اكتب على اللوح الكلمات التي على اللوح الكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة. نقطتين. سأقدم الآن كلمات تكتب على اللوح التي تنتهي بتاء مفتوحة فقط. جيد. الكلمات هي مكتبات، الكلمة الثانية مقلمة،
والكلمة الثالثة خزانات. لدي ثلاث كلمات: مكتبات، مقلمة، خزانات. ما هو المطلوب؟ اكتب على اللوح الكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة فقط. جيد، الكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة، سنبدأ بالكلمة الأولى: مكتبات. هل تنتهي بتاء مفتوحة؟ جيد، تنتهي بتاء مفتوحة، إذن اكتبها على اللوح. مكتبات، اكتبها على اللوح. وكما قلنا او كما ذكرنا في الدرس ان التاء المفتوحة تأتي في ماذا؟ تأتي في الكلمات التي فيها جمع. هنا مكتبات، لا اتكلم عن مكتبة واحدة، بل اتكلم عن مكتبات او مكتبات، مكتبة البلدية، مكتبة المدرسة، مكتبة المتوسطة. عندما أتكلم عليها جميعا أو أتكلم عنها جميعا فأقول مكتبات، وتنتهي مكتبات تنتهي بتاء مفتوحة. أنتقل إلى الكلمة الثانية ونرى هل تكتب على اللوح أم لا. مقلمة، مقلمة، هل تنتهي بتاء؟ صحيح، تنتهي بتاء مفتوحة أم مربوطة؟ تاء مربوطة وليست مفتوحة. إذن هل أكتب كلمة مقلمة على اللوح؟ جيد، لا أكتب كلمة مقلمة على اللوح. أنتقل إلى الكلمة الثالثة: خزانات. خزانات، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن فيه تاء مفتوحة في الأخير، وكلمة خزانات أكتبها على اللوح أيضا. لماذا؟ لأنها تنتهي بتاء مفتوحة، وكذلك هي تعبر عن جمع خزانة، 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 أو مجموعة من الخزانات أسميها خزانات، فهم؟ أسميها أو أطلق عليها اسم خزانات. في المدرسة خزانات كثيرة، خزانات. إذن هذه الكلمة هي كلمة جمع، لذلك نجد فيها تاء مفتوحة في الأخير. شكرا جزيلا. تمرين آخر فيما يخص التاء المفتوحة بدرجة أخص والتاء المربوطة. لدينا هذا التمرين: أكمل الكلمات الآتية ب تاء مربوطة متصلة، تاء مربوطة منفصلة، تاء مفتوحة. يعني لدي مجموعة كلمات هنا ينقصها تاء في الآخر، فما هي أو ما هو الشكل الذي سأكتبه في كل كلمة؟ هل هذا الشكل تاء مربوطة متصلة، أم هذا الشكل تاء مربوطة منفصلة، أم التاء المفتوحة؟ نبدأ ب أو نقرأ الكلمات. لدينا جزارة، الكلمة الثانية لدي بنايا، الكلمة الثالثة لدي طائرة، الكلمة الرابعة لدي قصة، قصة، الكلمة الخامسة سيارة، الكلمة الأخيرة كرة. إذن في كل كلمة سأضع في آخرها إما تاء مربوطة متصلة، إما تاء مربوطة منفصلة، أو تاء مفتوحة. نبدأ بالكلمة الأولى. طبعا تستطيعون أو أوقف الفيديو وحاولوا على كراس المحاولة، والآن سننجز أو سنصحح التمرين. جزارة،
وهو أو ما هي التاء التي تكتبها هنا؟ جزرة. جيد، جزرة، جزرة. إذا هل نتكلم عن عدة جزرات؟ لا، بل نتكلم عن جزرة واحدة. هل أستعمل المتصلة؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن لدي هنا حرف الراء. إذا ما هي التاء التي سأكتبها؟ جيد، التاء المربوطة المنفصلة. جزرة، جزرة. أنتقل الكلمة الثانية، بنايا. جيد، بنايات، بنايات. إذن لدي بناية وبناية وبناية، أقول بنايات. إذن بنايات هي كلمة جمع، أتكلم عن عدة بنايات. أنتقل إلى الكلمة الثالثة، طائرات. جيد، طائرات. وهنا سأكتب التاء المفتوحة، طائرات. مجموعة من الطائرات أسميها أو أطلق عليها طائرات. الكلمة الرابعة، قصة. جيد، التاء التي سأكتبها هنا هي التاء المربوطة المتصلة. قصة، قصة، لأنني أتكلم عن قصة واحدة، ولأن الحرف الذي يأتي قبل التاء هو الصاد، فإنني سأستعمل التاء المربوطة المتصلة. الكلمة الخامسة، سيارة. جيد، سيارات، سيارات. لا أتكلم عن سيارة واحدة، بل عن مجموعة من السيارات. إذا نقول سيارات. الكلمة الأخيرة، كرة. كرة، أتكلم عن كرة واحدة، كرة. إذا ماذا سأستعمل؟ المتصلة أم المنفصلة؟ جيد، سأستعمل المنفصلة. لماذا؟ لأن لدي حرف الراء. إذا وأقول كرة، وأقول كرة. وهكذا نكون قد انتهينا من التمرين. إذا التمرين نعيد بشكل سريع، يقول أكمل الكلمات الآتية بتاء مربوطة متصلة، تاء مربوطة منفصلة، أو تاء مفتوحة. وكانت لدينا كلمات جزرة، بنايات، طائرات، قصة، سيارات، وكرة. شكرا جزيلا. والآن أعزائي التلاميذ، مع تمرين ينجز إن شاء الله على كراسة المحاولة، ويقول هذا التمرين، صنف الكلمات الآتية في الجدول. لدي مجموعة من الكلمات أصنفها في الجدول، وهذا الجدول أين هو؟ ها هو، تاء فيه خانتين، تاء مفتوحة فقط، وهنا تاء مفتوحة وقبلها ساكن، تاء مفتوحة، وهنا تاء مفتوحة وقبل التاء قبلها ساكن. لدي هذه الكلمات، حافلات، قارورات، وقت، بيت، مجلات، توت. أعيد، حافلات، قارورات، وقت، بيت، مجلات، وتوت. أصنف هذه الكلمات، يعني أعيد كتابتها في الجدول، وأضع كل كلمة في الخانة المناسبة التي تنتهي بتاء مفتوحة أضعها هنا، والتي تنتهي بتاء مفتوحة وما قبلها ساكن أضعها في هذه الخانة. أتمنى أعزائي التلاميذ أنكم قد استفدتم من هذه التمارين التي أنجزناها في هذه الحصة. إلى حصة مقبلة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.